الشيخ لو يعني بنصلي الجمعة مثلا في مسجد والمسجد ده حواليه جنينة، وأنا يعني مريض عندي أزمة وناس كتيرة ما بتبقاش لابسة كمامات وكده عشان الكورونا، فهل يجوز إن أنا بصلي بعيد عنهم شوية بس يعني في نفس المكان اللي فيه المسجد؟ أنت مريض كورونا؟ لا أنا ناس كتيرة ما بتبقاش لابسة كمامات. يعني أنت مريض كورونا ولا مش مريض كورونا؟ لا أنا أخشى إن أنا أتعدي منهم. يعني أنت في يقين إن عندهم كورونا؟ ولا لا ظن؟ بس أنا دكتور، بس يعني ممكن ده غلط، يعني المفروض يعني ما أنت غلط. لا يعني عفوا يعني سؤالي لك يعني هل أنت موقن إن بعضهم عنده كورونا؟ بعضهم بيكحوا ويعطسوا، فأنا يعني موضوع مستحيل يعني أنت نسبة. ما عن ماذا تسأل الآن؟ صلاتك معهم؟ صلاتي معهم بس بعيد عنهم شوية. ما فيش مشكلة، ماشي تمام، ماشي، سوي شكرا. طيب.